يعيشك. اليوم نحكيه على التونسي ويحافظ على الأماكن العمومية من ناحية النظافة وإلا لا. كان بكري معنا مختص في علم الاجتماع طارق قاسة، حكينا على جوانب متعددة، على الجانب البيئي، النوادي متاع البيئة، العائلة، المجتمع المدني. كيف تشوفوا الموضوع هذا؟ والله كما حكي أنا كنت نسمع فيه يعني برشا حاجات، الإطار العائلي والتربوي هو اللي ساهم كما قال هو في العمل التطوعي ولا التنظيف بصفة عامة، النظافة، العناية بالبيئة تكون في شكل مناسبات. هذاك علاش ديما نراه حتى في المدارس في الناس يبدأ الطفل ينصت في نوادي كل بعد ثم كل انقطاع على العمل هذا يولي بصفة يعني مناسباتية يتطوع ويهتم بالمحيط والعناية بالبيئة. فما زاد حاجه انه العمل التطوعي كما قال ماهوش في العقليه تاع التونسي بصفه عامه، هاك علاش نراو فيه في الطفل ولا عند الشاب عنده العقليه تاع اعطيني انا ننظف قدام داري ولا نشوف منفعتي وين، يعني فما نوع من الانانيه في اختيار الفضاءات والفضاءات العموميه تبقى ديما تابع للبلدية ولا تابع الوزارة ولا تابع الدولة، ما عندوش شكل الحب الانتماء وما يحسش هي يعني منفع ليه ولا ينجم يستغلها ويحاول يحافظ عليها. كيفاش نعطيك أنا مثال، ما عادش أنت كمواطن كيفاش تبرر مثلا سلوك إنسان معناتها في كرهبته يطيش حاجة من الشباك معناتها في الكياس؟ اسكو هذه لازم عمل تطوعي ولازم يفهم اللي هذيك ضر البيئة وضر الناس غيره، معناتها كيفاش تراها الحكاية هذه؟ هذا مثال معناتها. والله المثال هذا اللي اخترته أنت نتعرضوا للمواطنين بصفة كبيرة كل يوم في تونس بصفة عامة، وأنا شخصيا كانت تجربة لي فما شكون القاب الفضائية يعني من الكربة بتاعه سألته قالوا قلت له شبيك تحط فيهم غاديك، يقول هو الإجابة بتاعه يختزلها في أنه ما فهمش أماكن مخصصة. يعني نحاول وإحنا ما بعمل كان ينجم يخليها في الكهرباء وخلي يوصل الدار وحطها في الكوبيرة بتاع داره. ما هذيك المشكلة هي ولات كرفليكس عنده هو السائق انه يجي طرف الفضائيات اللي عنده يطيشها من الشباك، وديما هذا الدور كبير لازم يكون عند النوادي وعند الجمعيات، وانك يعني كعضو في المجلس البلدي وكرئيس لجنة العمل التطوعي والمجتمع المدني حاولنا باش نعملوا باش نكثروا من الانشطة التحفيزية والتوعوية باش بشوية بشوية العقلية بتاع المحافظة على الفضاء الخاص نحاولوا ما بعضنا زادة الفضاء العام نحافظوا عليه أكثر من الفضاء الخاص، خاطر هو باش نحاولوا احنا نستغلوه احنا ويستغلوه ولادنا ويستغلوه جيراننا. دونك ديغنيغمون كانوا كنا زادة عنا أنشطة 80% منها تطوعية وفي الدومين بتاع النظافة والعناية بالبيئة. احتفلنا باليوم العالمي للتطوع، كانت يعني تظاهرة 24 ساعة تطوع، شاركوا فيها برشا جمعيات من سليمان، منظمات وطنية، بلدية سليمان، العمل بتاعها اللي طارت الكل نشكرهم بالمناسبة. وحاولنا باش كيما قلت لك نحاولوا نحسوهم ونوعيهم بأهمية النظافة والعناية بالبيئة. وإن شاء الله احنا كبروجي عندنا في اللجنة بتاعنا باش نحاولوا نعملوا لجان محلية للتطوع والعمل الميداني، يعني فرتون نظام وعناية بالبيئة باش يكون هو المواطن شريك في معاضدة يعني المجهودات السلطات المحلية فرتون في النظافة، خاطر أكثر حاجة قريبة للمواطن وقريبة للخدمات البلدية اللي يراوها المواطنين حاجة يعني مهمة برشا هي النظافة. لازم هو يكون جزء من يتحمل جزء من المسؤولية ويشارك في العملية هذه. خلينا نستغل الفرصة ونسألك على الأطفال الصغار، عندكم برنامج بالنسبة لهم هما من ناحية النظافة؟ والله ان شاء الله فما برشا يعني جمعيات بيئيه في سليمان وفما نوادي بيئيه في بعض المدارس، نشوفوا الناس الكل مع الاشتراك مع الاطار التربوي مع المندوبيه الجهويه بتاع التربيه بتاع نابل، نحاولوا مع الشراكه مع مكونات المجتمع المدني نعموا التجارب هذه اللي موجوده في سليمان، نوادي بتاع بيئه وفي بعض المدارس، ونعملوا برنامج سنوي يكون فيه عمليه تحسيسيه وتوعويه باش نحاولوا نبعدوا شويه من كما قال اخونا
بالمناسباتيه في الاعمال هذه. لازمنا نحاولوا يكون تكون عاده ما عادش تولي مناسبه كل شهر كل تريمستر فما انستا في الميدان هذا. واضح يا سيدي، شكرا لك، بارك الله فيك عبد الرحمن، تحيه ليك وتحيه للناس اللي يسمعوا فينا في سليمان. انتم زادة تنجموا تشاركوا معنا في موضوع اليوم، نحكيه اليوم على موضوع النظافه التونسي اللي حافظ على الاماكن العموميه ولا لا. كنا نحكيه مع لو خيان، دونك اهم النقاط اللي حكينا عليهم اللي هي التوعيه اللي هو التحسيس اللي هي النظافه الاسبوعيه ممارسه يوميه بعيده عن السلوكيات اللي تنجم تضر بالصحه وبالنظافه نتاعنا. دونك انتم زادة تنجموا تشاركوا معنا في موضوع اليوم على 72 328 500. نجموا زاد تفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك راديو ميت تونس، خليوا زاد لي كومونتير نتاعكم ميساجاتكم على باج برنامج اغورا باي راديو ميت، ورجعين معكم ما تبعدوش.